النادي الاهلي، والاهلي بيصعد الى نصف النهائي في دوري السوبر لكره السله، دوري صعب جدا، دوري قوي جدا. الاهلي فاز على نادي مصر للتامين بنتيجه 3-0 بنتيجه ماتشات لعب اول مباراتين في صاله الامير عبد الله الفيصل، وبعد كده انتقل الى ملعب نادي مصر التامين هو ملعب نادي مدينه نصر. فاز بنتيجه 73-44 في اول مباراه، وتاني مباراه 80-46، واخر مباراه بنتيجه 72-57. الاهلي هيلعب الكسبان من نادي الجزيره ونادي سموحه، ونادي الجزيره ونادي سموحه بيلعبوا النهارده، والمقابله ماشيه لنادي الجزيره. لو نادي الجزيره كسب نروح للمرحله اللي بعديها على طول، لان نادي الجزيره كان كسبان 2-1 في نتيجه المباريات الثلاثه اللي اتلعبوا. لو وصل النهارده نادي الجزيره كسب، يبقى الاهلي هيقابل نادي الجزيره باذن الله في نصف النهائي. نروح للتقرير ونعرف اخبارنا واخبار نجومنا في كره السله قالوا ايه بعد هذه المباراه. الحمد لله، يعني الفريق ماشي بخطى كويسه الفتره اللي فاتت. نتمنى ان شاء الله ان ربنا يكملها على خير ان شاء الله، ونكمل النتائج دي عشان نفرح جمهور النادي الاهلي. احنا دلوقتي الحمد لله صعدنا للدور الاربعه في البلاي اوف. هنقابل الفايز من الجزيره وسموحه، ايا كان مين الفريق فيهم الفايز. الفرقتين كبار ومحترمين ومعهم اجهزه فنيه على اعلى مستوى. الحمد لله ان احنا قدرنا نخلص البيست اوف 5 بتاعنا بدري عشان نقدر ناخد فتره راحه كويسه، نقدر نتمرن ونستعد للفرقتين ايا كان مين. وان شاء الله الفريق جاهز لمباراه السيمي فاينل ان شاء الله بطريقه كويسه. قبل شغل كابتن اشرف وشغل الجهاز ده، عنصر اللياقه البدنيه طبعا يرجع طبعا لوجود واحد زي كابتن محمود حمدي معانا، المعد البدني بصراحه راجل على اعلى مستوى، يعني بصراحه موقف الفرقه على رجليها. غير طبعا شغل الباسكت الكابتن اشرف، البلانر كابتن اشرف حاططها وكلنا بنشتغل طبعا تحت قيادته يعني للفريق. كل ده يعني كلنا بنكمل بعض، يعني كل واحد ليه دوره في الفريق، سواء معد بدني سواء مدير فني مدرب مدرب مساعد، كل الناس بتشتغل. كابتن يعني دكتور نادر في التغذيه برضو، يعني كل الناس ليها دورها، والحمد لله الادوار كلها بتكمل بعض بحيث ان احنا نقدر نوصل باللعيب لاعلى فورمه ليه. الرسالة اللي بوجهها لجماهير النادي الأهلي، الحمد لله فريق الباسكت دلوقتي في النادي الأهلي السنة دي يعني حصل عملية إحلال وتجديد في الفرقة، نزلنا بمعدل أعمار لسن صغير جدا، معظم اللعيبة 23 و24 سنة، عملنا فرقة للنادي الأهلي مش اللي هي تحاول تخطف بطولة وتجري، لا عملنا فرقة للنادي الأهلي تقدر تنافس العشر سنين اللي جايه، وبلس يعني الشباب بتوعنا الصغيرين اللي هيطلعوا من تحت اللي هم الحمد لله محتكرين البطولات خلال الاربع خمس سنين اللي فاتوا. فان شاء الله يعني عايزهم بس يصبروا على فريق الباسكت في النادي الاهلي، طموحهم ان هم يحتكروا البطولات في السنين اللي جايه. والله الحمد لله الفترة اللي فاتت قدمنا أداء كويس ونتائج الحمد لله كويسة. خلاص احنا داخلين خلاص على المرحلة الأخيرة من السيزون، سيمي فاينل الدوري وسيمي فاينل الكاس. اللعيبة الحمد لله في تركيز وفي انسجام أكتر من الأول، والحمد لله حتى الإصابات خلاص ابتدى كله الحمد لله يبقى سليم. الجمال رجع من الإصابة ولعب اخر كذا ماتش، ويعني لعب البلاي اوف دور الثمانيه مع التامين، لعب الثلاث ماتشات الحمد لله. الكوتش متهيألي والجهاز الفني اطمن على اللعيبه ككل، هي مش ناقصنا غير السلعاوي بس هو اللي لسه ما رجعش. الحمد لله واحده واحده كده اللعيبه يعني عندنا تركيز وعندنا اصرار ان شاء الله نعمل حاجه كويسه السنه دي في الكاس والدوري. هتبتدي ان شاء الله من يوم الخميس 5/3، ده السيمي فاينل، بدايه السيمي فاينل، بدايه المرحله البلاي اوفز بتاعت السيمي فاينل. ربنا يكرم ان شاء الله ويبقى في توفيق باذن الله، ونعدي السيمي فاينل ده هينقلنا بقى لسيمي فاينل الكاس بعديها، يعني ونهايه الكاس سيمي فاينل ان شاء الله، بعديه الفاينل، بعد كده نخش على فاينل الدوري ربنا يكرم ان شاء الله. وربنا يعني مستنيين بس ان شاء الله ربنا كده يدينا توفيق ويبقى النصر من حليفنا ان شاء الله. يعني طبعا النتائج الحمد لله الفتره الاخيره اتحسنت، يعني كان في فتره كده النتائج كانت متذبذبه شويه والناس كانت متضايقه، بس الحمد لله قدرنا كده مع نفسنا الفرقه ومع الكوتش والجهاز الفني قدرنا نمشي على الطريق الصحيح الحمد لله، وعاملين نتائج كويسه اخر فتره.
والحمد لله يعني دلوقتي احنا اول فرقه صعدت في الدور الاربعه في الدوري، وان شاء الله الفتره الجايه دي هو ده تعب الموسم كله يعني ان شاء الله باذن الله.